لن نكون بمفردنا في السنغال، فنحن نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر. بهذه الكلمات وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني رسالته الأخيرة للجماهير المصرية قبل السفر إلى السنغال، استعداداً لخوض مباراة الإياب في الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. المنتخب الوطني الذي حقق الفوز في مباراة الذهاب مساء الجمعة بهدف دون رد غادر القاهرة عصر الأحد متوجهاً إلى العاصمة السنغالية داكار لخوض مباراة الإياب المحدد لها مساء الثلاثاء المقبل. كيروش الذي يجيد التعامل مع المصريين وبات يمتلك شعبية كبيرة بين الجماهير بفضل تصريحاته سواء قبل المباريات أو بعدها، علاوة على نتائجه الجيدة، حرص على توجيه رسالة باللغة العربية للجماهير عبر صفحته على موقع تويتر، وجاء نصها: شباب مصر جاهزون للشوط الثاني، نحن نمتلك طاقة أكثر من أي وقت مضى بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي، فلم نكون بمفردنا لأننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر، كلنا ثقة لأننا نعلم أن شيئاً أسمى منا جميعاً ونسعى أن نصل له وقد نراه قريباً، نعلم أننا نقدر أن نفعلها لأننا جاهزون أن ندفع ثمن أن نلعب مباراة عظيمة ونقدم كل مجهوداتنا وتضحياتنا من أجل خدمة الجمهور المصري. أحلام وطموحات الجماهير المصرية أصبحت الآن في عقل كيروش وأقدام اللاعبين. نتيجة الذهاب تمنح الفريق المصري أفضلية لكون شباكه لم تهتز بأهداف، لكن الإياب لن يكون سهلاً أمام جماهير سنغالية متعطشة لرؤية بلادها في المونديال ولاعبين يتألقون في ملاعب القارة العجوز. فهل ينجح الفراعنة في العودة من داكار بتذكرة التأهل إلى كأس العالم؟ أم يكون لساديو ماني ورفاقه رأي آخر؟